السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اسلام بهجت ستورز، وده ريفيو سريع جدا عن الماكينه الفي جي ار 073. طبعا يا جماعه احنا زي ما احنا معودينكم معانا، اللي احنا بنحب اي حاجه تنزل جديده في الالكترونيات نوريها لكم على طول، نوريكم مكوناتها، طريقه استخدامها، شكلها، ايه اللي بيفرق عنها عن اي موديل تاني، وحاجات كتيره جدا. احنا في المقام الاول في لازم نعرف في شركه اللي هي الفي جي ار دي شركه لمنتجات العنايه الشخصيه الرجالي، شركه كويسه جدا دلوقتي، ممكن تعد في مصر من ممكن تكون تعتبر ليها رقم واحد في مجال الحلاقه. طبعا الكيمي برضو موجوده ومشهوره وكويسه جدا، وليها بعض الموديلات اعلى من الفي جي ار، بس احنا بنتكلم كصفه عامه. الفي جي ار دي بقى جواها في نوع يعني من انواع مكن الحلاقه اسمه الفرعوني. طيب هو الفرعوني ده شكل ولا الفرعوني ده موديل ولا الفرعوني ده ايه؟ الفرعوني ده يا جماعه شكل الماكينه نفسها، يعني الماكينه نفسها بتبقى بالشكل ده كده، وبتبقى معدن وبتبقى فيها اشكال فرعونيه، عشان كده الكاستمر بيسميها الماكينه الايه؟ الفرعوني. طيب معنى كده دي فرعوني؟ اه. طب انا شفت عندكم على البيج كذا نوع فرعوني، ايه الفرق بين ده وايه الفرق بين ده وايه الفرق بين ده؟ احنا عندنا يا جماعه اي حاجه بتفرق رقم الموديل. عندنا في الفرعوني في مثلا موديل 085، ده كان زي دي بالظبط من غير شاشه، وبعد كده 058 دي كانت سبيشال اديشن من غير شاشه بس لونها اسود ورفيعه سليم شويه، بعد كده نزل 228 بشاشه ديجيتال، كان في منها ذهبي وفي منها فضي، بعد كده موجود عندنا 091 زي ال 228 بالظبط بس بتشحن بكابل تايب سي، بعد كده نزل معانا دلوقتي 073 نفس ال 091 بس بتشحن برضو بكابل تايب سي وبطاريه اكبر شويه. انا مش عايزكم تتلخبطوا، احنا هنا في اسلام باكت ستورز رقم واحد بنحاول نجيب لكم الموديل الجديد، اجدد موديل اللي بتلاقيه عندنا على طول باستمرار الحمد لله. يبقى حضرتك دلوقتي كماكينه في جي ار ال 073 دي كويسه جدا، وال 091 كويسه. 073 كويسه ليه؟ هي حجمها اكبر سنه من ال 091 وبطاريتها اكبر سنه، يعني هنشوفها دلوقتي مع بعض. احنا عندنا الماكينه دي بتيجي بالشكل ده كده، طبعا ما ننساش العلامه المائيه بتاعتنا عشان تتاكد ان المنتج ده في جي ار اصلي، لان يعني طبعا في منه في اي حاجه في السوق في منها مش اصلي. دي الفي جي ار 073 تيجي بالشكل ده كده، طبعا بطاريه ليثيوم 1500، يو اس بي تشارجنج، دي بتشحن بكابل شاحن يعني يو اس بي تايب سي، ده شكل العلبه من الجنب، ده من الناحيه الثانيه. طبعا دي زي ما انا قلت لحضراتكم في هنا عندنا ايه 3 ساعات، هتلاقوا في المكن التاني يشتغل ساعتين، دي بتشتغل 3 ساعات، هي سواء ساعتين او 3 ساعات مده كويسه، مش حتى الساعتين طبعا مده كويسه جدا يعني. ده طبعا الحاجات اللي فيها يعني الاوبشنز اللي فيها زر طبعا قفل وفتح، فيها شاشه ديجيتال والشفرات بتاعتها طبعا كويسه جدا، وده الشكل بتاعها اللي من جنب. طيب لو حبينا نفتحها مثلا، معلش ثانية واحدة، دي مقفولة كويس جدا، دي كده بالنسبة لإيه؟ شكل لعب فتح معانا بالشكل كده. طبعا زي ما احنا شايفين اللي شاف المكنة التاني أو مسك دي والتانية باين جدا فرق الحجم، دي حجمها كبير شوية يعني، طبعا هي مش كبير قوي يعني، هي صغير جدا يعني برضو مش كبير، انا ماسكها في ايدي اهو، بس اكبر شوية من التانية، بتيجي بالشكل ده كده تمام. طبعا بنشيل دي، دي تبقى الماكينة معانا. طبعا ده الزيت،
لو خدناها من كل جنب كده. من هنا كده بزرار الفتحة القفل فتحت معانا اهي، كاتبة 100% باور ليفت، مشحونة 100%. دي طبعا صوتها، ماكينة قوية جدا فعلا. دي معدن طبعا، معدن بالكامل. تمام، عندنا هنا ده سوكت الشحن التايب سي، يعني حضرتك بتشحنه بشحن موبايل عادي او تحطه هنا تحطه في اليو اس بي. تمام، المكونات بتاعتها بيجي معاها الكابل الشاحن بتاعها تايب سي، بيجي معاها الزيت فرشة تنظيف، بيجي معاها الكتالوج بتاعها. طبعا دي يعني بعض الانستراكشن يعني ممكن يكون ملهاش قيمة قوي لحضرتك. تمام، دي مكوناتها، دي مساحات المشاط اللي فيها. عندنا ده مقاس 4، ده مقاس 2، ده مقاس 1، وده مقاس 3. يبقى معانا رقم 1 و2 و3 و4. ممكن حضرتك طبعا ايه تركبهم على ماكينة كده تبدأ تشتغل عادي خالص. دي طبعا حسب اي مقاس حضرتك عايزه. ماكينة كويسة جدا ومشهورة، وفي منها عندنا موديلات كتيرة جدا. احنا بفضل الله موزع معتمد في جي ار، تضمن حضرتك التضمن من عندنا لمنتج اصلي، تضمن ان الماكينه كويسه جدا بكامل محتوياتها. لو محتاجين تعرفوا اي حاجه عندنا تحت الفيديو، لينك اليوتيوب، لينك انا اسف احنا على اليوتيوب، لينك الفيسبوك، تليجرام، اسلام باكت ستورز. احنا اصلي الكترونيات. شكرا.